طبعا زي ما حكينا بالأسهم ممكن أنا أتنقل بكل سهولة بين الخلايا تاعت الجدول. هلأ ممكن نحكي أيضا عن كيف أنا ممكن أعدل محتويات أي خلية أنا بدي إياها. رح نكتب هون الحصة الأولى لنفرض. جيت أنا بدي أمحي هاي الكلام من خلال باك سبيس، أنا ممكن أمحي، أو من خلال طبعا باك سبيس تمحي ما خلفها من كلمات أو من حروف، أما ديليت بمحي اللي أمام المؤشر، ما أمام المؤشر. هذا الحكي بعرفوه طلابنا وأنتم بتعرفوه. تمام، هلأ رح ننتقل إلى الجزء الثاني من التصميم أو إدخال البيانات. طبعا في عندي لازم الطالب يشتغل هذا الشغل اللي هو يعبي كل الجدول. رح نعمل أنا جدول حضرت لكم إياه معبين فيه كل المواد. طبعاً طلابنا بلشوا بهذا الشغل في المختبر وعملوه لكن ما أتموه، لذلك راح نكمل هذا الشغل في البيت. بتمنى من الجميع أنه يعبي الجدول. في أشياء حكيناها راح نرجع نعيدها، زي لنفرض أنا مادة اللغة العربية، هل بإمكاني أنه بدل التكرارات أستخدم مهارة سابقة تعلمناها سابقاً وهي القص واللصق أو النسخ؟ أكيد. بدل ما أنا أكتب كلمة عربي أو اللغة العربية اللي هي مادة اللغة العربية، بدل ما أظني أنسخها أو أكتبها كل مرة بالجدول، بإمكاني من خلال خيار اللي هو تضليل الكلمة، الزر الأيمن زر الخيارات، أروح على إشي اسمه copy. بعد هيك بروح بحط المؤشر بالمكان اللي بدي ألصق فيه نفس المادة اللي هي العربي، زر الخيارات مرة أخرى، لصق، بلاحظ إنه الكلمة تم لصقها مرة أخرى بسهولة ويسر، أسهل من إني أضلني أكتب المواد هاي المتكررة في كل يوم. بإمكاني استخدام أداة القص والنسخ واللصق بكل سهولة. طبعاً في شغلة لازم نحكيها بالنسبة للجدول، إذا أنا بدي أحرك الجدول هاد إلى الأسفل قليلاً مثلاً لأي سبب، خلونا نرجع على الجدول القديم. الجدول هاد طبعاً زي ما حكيت لكم لازم نعبي الكلمات فيه ونعبيه إحنا. راح أروح على أداة التضليل وأسحب منها الجدول، أحمل الجدول، راح ألاحظ تحريك الجدول يكون من خلال أداة اللي هي الأداة. أول ما أضغط على الجدول راح يطلع لي مؤشر متعاكس الاتجاهات، من خلاله ممكن أنا أحمل الجدول وأحركه وين أنا بدي. أيضاً من خلاله يمكن تضليل الجدول كاملاً. هلأ خلونا نروح على الجدول الآخر الجاهز واللي راح تعمله زيه. إذا أنا ضغطت على كل الجدول بإمكاني أغير خيارات اللون كاملة لكل الكلمات الداخل الجدول. بإمكاني أعمل بولد، بإمكاني أنه أيضاً أغير الخط، شكل الخط مثلاً، فقط من خلال أداة التضليل اللي هي على طرف الجدول. أيضاً بإمكاني أغير الباراجراف، الفقرة اللي هي محاذاة إلى اليمين، توسيط، محاذاة إلى اليسار بالنسبة للكلمات. مش رح يكون هالفرق الكبير، لكن التوسيط بيعمل أكبر فرق إنه يخلي لي الكلمات في المنتصف وليس على طرف. تعالوا نظلل هاي مثلا ونحط لها تضليل محاذاة إلى اليمين، رح نلاحظ إنها أصبحت إلى اليمين. التوسيط هو أفضل إشي رح نعمله. رح نعمل تراجع عن الأشياء اللي عملناها بشكل سريع حتى نرجع جدولنا مثل ما كان. هاي كمان تعلموها اللي هي الأندو، أو تذكروها لأنه إحنا بنعرفها أصلاً، اللي هي التراجع أو الزر السحري زي ما بنحكي له دايماً، لأنه هو عبارة عن سحر بيرجع لي أي إشي أو أي خطأ مثل ما كان. طبعاً في شغلة هلأ بدنا نحكيها، هي بننهي فيها درسنا لليوم، اللي هي كيف أنا ممكن أعمل تنسيق لجدولي هذا.